طيب نتكلم بقى شويه عن المباراه القادمه وعن المنافسه. نعم. هل منتظر ان شكل منتخبنا يكون في تصاعد فني او في شكل افضل ليه بدايه من المباراه القادمه؟ طبعا. شوفي طبعا زي ما قلنا مثلا هدي مباراه مالي. احنا ما كانش عندنا نفس الثقه والروح اللي بنلعب بيها زي ما شفنا بعد ماتش غانا. طبعا ماتش غانا ده انا في وجهه نظري عمل للجيل ده سمعه وروح يعني شكل كويس عند المتابعين عشان الريمونتادا اللي احنا عملناها، خصوصا ان احنا اتاخرنا مرتين ودي مش سهل قوي على منتخب في ماتش واحد. يعني ما افتكرش حتى المنتخب الاول ما افتكرش ان احنا من فتره اتاخرنا مرتين وقدرنا نرجع يعني واضح. فدي النقطه اللي مميزه المنتخب ده، حتى في ماتش بالي كان عندنا يعني نقاط سلبيه كتيره على الفريق ولكن كلها اختفت لان احنا الحمد لله كسبنا وكانت البدايه مهمه جدا. طيب